جميل جدا آه إلى أي مدى استهداف مقرات الحكومة الإيرانية من قبل الثوار على مدار الأيام السابقة وتقريبا كل يوم هناك استهداف لمقر لقوات البسيج للحرس الثوري في مكان مختلف عن الذي آه سبقه إلى أي مدى يعد هذا الأمر منهكا للنظام آه الإيراني اليوم آه الواقع الشعوب اتخذت طريقة لا يتمكن النظام الإيراني ان يعني مثل ما نقول يقمعها. حيث الطالب بطريقته الخاصه والمعلم بطريقته الخاصه والعامل والى اخره يستهدف كل شيء. ولكن انا يعني المعلومات يستهدفون الشباب ويستفدون الناس اللي اللي يعني النشطاء وثم يذهبون عليهم في منتصف الليله والفجر يعتقلونهم بالمئات بالمئات وبالآلاف معتقلين لا احد يعرف والاغتيالات بشكل جماعي وهذا سيدي الفاضل مو وليد الساعه. أنا أذكر في أيام خلخالي أيام الثورة كانت كان كان الاغتيالات بالجملة بدون بدون أي محاكمة بدون أي محاكمة اغتيالات بالجملة يعني يأخذون بال بال بالآلاف وهذا العمل فعلاً في حال حاضر قاعد يجري دون أن العالم يعني مثل ما نقول ترى وتعرف التعتيم الإعلامي ويعني يعني القمع اللي موجود فمو كل شيء يظهر على على العلن. لكن هذه السياسة المستمرة سياسة القمع والقتل وسفك الدماء اليوم هل ما زالت تجدي نفعا مع النظام في ظل هذه الثوره وهذه الانتفاضه بمعنى انه يمكن مع الاعدامات التي ينوي النظام ربما تنفيذها خلال الايام وفكره القمع والاعتقالات بالعشرات وبالجمله، هل يخيف الناس وبالتالي يعودون ادراجهم من هذه الثوره وهذه الانتفاضه؟ انا ارى بالعكس اعطت عزيمه واعطت همه واعطت صمود واعطت شجاعه عندما نرى امراه يعني تدق الباب على السجن وتقول تعالوا اقتلوني اعدموني، يعني الناس ما ظلت تخاف من الاعدام يقول لك أنا, انا اول واخر بالنسبه لي مع هذا النظام انا ميت حي لا عندي حريه لا عندي حياه طبيعيه لا اتمكن اتنفس، كل شيء لابد ان يجي من تحت عمامه الولي الفقيه. الصلاة من تحت عمامة الفقيه هو الأكل كل شيء من أجل عمامة الفقيه فحياة بلا حرية وحياة بلا يعني إيمان لا يعني غير غير مقبولة فالناس وصلوا إلى نتيجة لا يخشون من الموت ولا يخشون من هذا الأنظمة الرجعية الأنظمة علما أن أنا أرى بأن انشقاق كبير جدا سيحصل ما بينهم هذا هذا قريب جدا وان شاء الله نتحدث مع فضائيتكم حيث يعني بالتاكيد هؤلاء البعض من عندهم ما اقول الجميع عندهم احساس عندهم عوائل عندهم 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 الى ولكن يوصلون الى الى نتيجه بان يكون بيناتهم الصراع ومصرحهم على الوجود وعلى الكرسي والعمامه انتهت وولايه الفقيه لا شرعيه لها ولا وجود لها ولا قيمه لها عندما يعني تسقط العمامه في الشارع يعني اصبحوا اذلاء كما كان من سبقهم زمان الشاه واحنا عايشين ذيك الفتره م. اصبح اللي كان يشتغل للشاه يلوذ في اي اي شخص زمان ما يسلم عليك ولكن عندما انتهى الشاه انتهت منه كل الصلاحيه ويعني الثوره ستستمر والثوره ناجحه باذن الله سبحانه وتعالى ولكن اكرر يحتاج موقف موقف مشرف من كل انسان من كل انسان مهما كانت هويته او دينه او, أو مذهبه ضد هذا الجرثومه وهذا الوباء الخبيث <applause> الضار للانسانيه وحتى الحجري والبشر اقل يعني عندما يدمرون عندما يدمرون الاشجار والاهوار والحيوانات والى اخره ما بقى شيء ما بقى شي في المنطقه الواقع ما بقى شيء في المنطقه